احنا عندنا محلات على الطريق العام بقصرها تدعى قصر نبوي، بنقوم بتجارة المواد الزراعية اللي بتنتج من بلدنا. قصر نبا مشهورة من قديم الزمان. في قصر نبا فيها قصر بيشبه قصر معلم وقلعات صيدا، فيها على عندنا أثر كثير مهم بالقصر. بنقوم بزراعة الورد من زمان، يعني على زمان جدود جدودنا. هاي الشتلة كانت حصريا تقريبا موجودة أكثر شيء ببلدنا. نحن بنقوم بشرائها وبتصنيع ومنحبس بعد الأيام، بدأنا نحبس الناس إنها تزرع هاي الشتلة لنحتفظ فيها، لأنه هاي دي من تراثنا. بعض الأحيان خضير لبعض الناس اللي بيحبوا يصنعوا بيويتهم ماء ورد. والباقي بيضل عنا نحن بنقوم على تكريك وبالكرك، عنا كركات من نحاسية من قديم الزمان، وعنا كركة ستانلس كمان مش موجودة هوني. بنقوم بتكريك وبنبيعه، بنبيعه ماء ورد طبيعي 100%. الورد اللي عنا يعتبر للمربى باب أول، ولماء الورد باب أول. أنا ما عم نافس بس عم بحكي الواقع، لأنه من قديم الزمان نحن عشنا على الشيء وتحت تجربة إن الورد اللي عنا بيعطي أكثر نسبة من العطر وبيعطي زيت الموارد. بس احنا عنا بالبلدنا ما عنا حوافز تعطينا حوافز مادية وغيره، خاصة بالظروف الحالية، إننا نقدر نشيل زيت الموارد اللي هو يعتبر مادة طبية. يمكن ما قرأت عنا كتير، أو يمكن عم فوت مجال مش لقلنا غير الزراعة، بس عم ندوي عليه إنه هيدا الورد بده جمعية، بده تعاونية، بده ناس تقوم عليه تحططنا لنضل نحفظ شيء من هالمواسم الموجودة عندنا ببلدنا. وإذا ما قلنا بهيك رح يصير هيدا للهلاك، لأنه المزارع عم بيعاني كثير من الموضع اللي نحن فيه. الوردات ما وصلوا للدولار، ما وصلوا للدولار. العامل بحوش كيلين، كيلو له وكيلو للمزارع، المزارع بيدفع أجرة النقل. فنحن شو بدنا نعمل هون؟ بدنا نشوف مين بيقدر يساعدنا. انا كتاجرة ما في قول عم بشتري بسلطة التجارة، ما في قول انه مثلا ما بيأثر يكون رخيص يكون غالي. انا بدي قول انا حياتي معلقة بالمزارع اللي عم بيشتغل هاي السلع. المزارع بده حضر، والورد بده حضر تعاونية جمعية، اي يد انه تحط ايدها معنا تنشيل المزارع بالهلاك اللي واصل له، تيبقى لبنان الاخضر. تعتبر هالكركات بالنسبة للزمان هاي بتكون أحسن كركات، هي تعتبر نحاس. يعني هي من قديم الزمان ما يعتبروا ما يشتغلوا ما يطبخوا ولا ياكلوا ولا يعملوا شيء إلا بالكركات النحاسية. الكركات النحاسية بنستعملها نحن هون لتقطير الورد. تقطير الورد بغير بثلاث مراحل. المرحلة الأولى بنجيب الورد من هونيك من ورد الكركات هون، بنزيد عليها كمية المي اللازمة، وبينزل عنا بالكور هون هيدي الغرفة الكرك الموجود بالغرفة، بيتعبر للطاقة بينزل هون. هون عنا تبريد، التبريد بينزل من هون بيجي لعنا لهون. بعد ما يتبرد بينزل الموارد لعنا لهون مع هوستولي. أكيد هوستولي منظفين مرتبين، وهون عنا شقفة الشاش أو القماش البيضة بنصفي الموارد بعد ما نخلص تقطيره فيها. وبعدين بتعرض الورد بنعبيه بأناني، بنعبيه بجلانات حسب ما ينطلب. واكثر شيء بنحطه بجلانات. بالوقت اللي نحن فيه هلا بالماء بالسنه هيدي كثير مكلف وكثير سعره ضعيف. عندك الكركه هيدي بدها مازوت وبدها كهرباء. لبنان لا في مازوت ولا في كهرباء. وعيش يا مين، عيش يا فقير.